طه وقبله مروا كثيرا أنبياء أرض النبوة والحضارة منذ عصور ماضية والخير بين ربوعها يزهو عصورا دانية أرض مباركة هي وعلى فؤادي غالية وعلى فؤادي غالية الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا زكريا عليه السلام هو نبي من أنبياء الله عز وجل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل. يتصل نسب زكريا ابن دان ابن مسلم إلى سليمان عليه السلام وإلى يعقوب عليه السلام وهو من أنبياء بني إسرائيل، زكريا وابنه يحيى عليهما السلام. واضح أنه زمن زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام هو معاصر لزمن المسيح كما هو وارد في القرآن الكريم وزي ما هو وارد أيضا في العهد الجديد في الأناجيل. ذكر القرآن الكريم زكريا عليه السلام 8 مرات، وقد وردت القصة قصة زكريا في سورة آل عمران وفي سورة مريم بشيء من التفصيل في القرآن الكريم. الجو الذي كان موجود داخل أرض فلسطين كان هناك حكام ظلمة فسق فجر من بني إسرائيل يعيثون في الأرض فسادا، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الأنبياء أنبياء الله ليبلغوا رسالة الله عز وجل وليحاربوا الظلم وتعبيد العبد للعبد وتعبيد البشر للبشر. زكريا واضح أنه هو والد يحيى عليهما السلام، هذا وارد إذن عندنا مطابق لما هو وارد في العهد الجديد أو الأناجيل، يعني في الأناجيل بشكل عام عند المسيحيين. القرآن بيعطيك فكرة عن قضية آل عمران. آل عمران في علاقة، يبدو عمران مش هالشخصية المشهورة، لكن القرآن بيعطيك انطباع انه رجل صالح عمران، مريم بنته، في علاقة الآن لمريم عليها السلام بيحيى من جهة الأميات خوات العط، يعني أم مريم وأم يحيى خوات.
أتى زكريا عليه السلام وأتى يحيى عليه السلام أنبياء من عند الله عز وجل ليبلغوا دعوة الله ودين الله بأن لا إله إلا الله وأن لا معبود بحق إلا الله، ويجب أن لا يخضع العبد إلا لربه جل في علاه، وأن لا تنتصب القامة إلا لخالقها جل في علاه، فلا يرضى الإنسان بالظلم على هذه الخليقة، وإن الله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعلنه بيننا محرما فقال لا تظالموا وإن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. لذلك هذه هي أساس دعوة الأنبياء في محاربة الظلم وإحقاق الحق وإقامة العدل على هذه الحياة، كيف لا وإن كان ذلك على أرض مباركة، على أرض مقدسة، على أرض فلسطين، أرض الأنبياء والصالحين. زكريا عند اليهود، عند اليهود مش بالمفهوم اللي عندنا إنه هو نبي، وإنما هو عندهم كاهن، كاهن صالح، كاهن مفهوم الكهنة عندهم يعني يكون عالم من علماء الدين الكبار اللي فيهم صلاح، تمام؟ هذا فكرتهم عن زكريا، والاسم متقارب تماما في لفظهم ولفظنا في قضية زكريا. الآن معروفة في القرآن الكريم قصة إنه زكريا ما كانش يجي أولاد، ثم دعا الله سبحانه وتعالى، وقبلها كان متكفل مريم، ويبدو أنه مريم لأنها من بيت هارون، وهذا العائلة، هذه العائلة هي العائلة اللي في الدين اليهودي يكون منها الكهان اللي هي سبط هارون اللي برد للاوي من أولاد يعقوب، سبط لاوي. فبالتالي نظرت ما في بطنها على اعتبار هي هارونية المرأة، يعني منها الكهنة. لما بتقرأ أنت قصة عيسى عليه السلام في سورة مريم تجد الكلام أولا عن مين؟ عن يحيى، زكريا ويحيى. فورا يأتي فيما بعد إيش؟ قصة مريم وعيسى، مقدمة إذا كان على أرض الواقع تاريخيا كان مقدمة وكان يبشر. ثم نجد من يقرأ سورة مريم أولا الكلام عن زكريا ومجيء يحيى، ثم فورا الكلام عن قصة مريم وعيسى. ولاحظ التشابه الضخم في 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 القصتين السريعات. لاحظ زكريا مثلا أن يكون لي غلام، نفس الكلام اللي قالته مريم، وحتى الرد قال كذلك قال ربك هو علي هين، هناك قال كذلك قال ربك هو علي هين. ثم لاحظ وتفاصيل من ضمنها مثلا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم بالإشارة، هي برضو فأشارت إليه، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. لاحظ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وسلام علي يوم ولدت، ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن جبارا شقيا. إيش هذا التشابه بهذا الشكل بين اثنين لافت انتباه؟ أم مريم عليه السلام تلك المرأة التي تمنت وطلبت من الله عز وجل، بأن نذرت لله عز وجل نذرا بأن تهب له ما في بطنها محررا لله عز وجل، فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن تقبل نذرها
وأن يكون هذا العبد الذي سوف يخرج منها هو عبدا صالحا لله عز وجل. عندها ولدت ووضعت امرأة تدعى بمريم عليها السلام. قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا في فلسطين، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب قالوا: محرابها في المسجد الأقصى، قالوا: محرابها في قبة الصخرة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كان يرى ويشاهد ثمار الشتاء في فصل الصيف، وكان يرى ثمار الصيف في فصل الشتاء. فيسأل مريم: أنى لك هذا؟ تقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أيقن زكريا عليه السلام بأنه يتعامل مع الوهاب جل في علاه، فدعا ربه ذلك الدعاء الخفي، ونادى ربه ذلك النداء الخفي بأن يرسل له يحيى مصدقا بكلمة من الله، رسولا من عند الله عز وجل، مبلغا دعوة الله، مبلغا دين الله على أرض فلسطين، كي يدعو بني إسرائيل ويعين أباه على حمل الرسالة وتبليغ الأمانة. لقي زكريا عليه السلام من بني إسرائيل شدة ومهانة وضعفا واستكبارا في الأرض، وكان زكريا عليه السلام يناجي ربه دائما وأبدا. فذكر ذلك رب العزة والجلال بأن زكريا عليه السلام أراد بأن يكون له معين في دعوته وفي تبليغ رسالة ربه عز وجل، لذلك نادى ربه نداء خفيا، في نداء خفي الصوت يقول فيه: يا ربي يا ربي يا ربي، نداء خفيا بعيدا عن أعين البشر، نداء خفيا قريب من الله عز وجل، يسمع خالقه نداءه ونجواه، كيف لا وهو عبد قريب من ربه جل في علاه، يبث همومه وأحزانه وأسراره لخالقه جل في علاه، تطرق كلماته في سجوده فيسمعها الرب جل في علاه مباشرة. نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. قد تجاوز 90 وتجاوز 100 ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي. هؤلاء الموالي خافهم زكريا عليه السلام بأن لا يبلغوا دين الله، وبأن لا يبلغوا دعوة الله، وبأن لا تستمر مسيرة الخير والإصلاح على هذه الأرض. نادى ربه ذلك النداء: خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. نعم، يسأل ربه جل في علاه، وهو الخالق وهو القاهر وهو القادر الذي يحيي العظام وهي رميم. نعم، يعلم علم اليقين بأنه قادر على أي شيء في الحياة، على ثقة، على يقين مطلق، على إيمان بأنه الله جل في علاه قادر على تحقيق الأمنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وأتى الجواب بشكل مباشر وهو قائم يصلي في المحراب، بأن الله سبحانه وتعالى يبشره بيحيى مصدقا بكلمة من الله. نعم، هو نبي من أنبياء الله، ليس هذا فحسب، بل إن الله عز وجل
قد ألان الحديد، هو عز وجل قد ألان الصعاب جميعا، وجعل المرأة العاقر بأن تحمل وتنجب، هو الذي أراد للشيخ الكبير الهرم الذي تجاوز 100 من عمره بأن يولد له ولد، ليس هذا فحسب بل هو ولد صالح نبي من أنبياء الله عز وجل. كانت فكرة الدعوة والرسالة وإحقاق الحق وإبطال الباطل ديدا هؤلاء جميعا بنو البشر، ليس هذا فحسب، إنما هم صفوة الخلق عند الله عز وجل، هم الأنبياء والرسل الكرام عند رب العالمين جل في علاه. رزق زكريا بيحيى عليه السلام نبي من أنبياء الله، عندما أتته البشارة أمره الله سبحانه وتعالى بأن يسبح 3 ليال سوية، خرج على قومه، لم يستطع أن يتكلم إليهم حديثا مباشرا، وإنما أمرهم بأن يسبحوا الله سبحانه وتعالى وبأن يذكروا الله ذكرا كثيرا. ثم أتى يحيى عليه السلام، يحيى أعان والده على حمل الرسالة وبقي مبلغا دعوة ربه، ناصحا لبني البشر، ناصحا لبني إسرائيل في فلسطين بوجوب طاعة الله عز وجل والالتزام بمنهج الله على هذه الأرض. عندها لم يعجب الحديث بنو إسرائيل، خصوصا كان حاكم فلسطين هو هيرودس، الملك هيرودس، كان ذلك الملك الظالم الذي يقتل البشر جميعا، والذي يسفك الدماء، والذي يعذب الصالحين، والذي لم يطع دعوة الله عز وجل ولم يستمع لحديث يحيى وحديث زكريا. أحب في إحدى الروايات ذلك الملك ابنة أخيه عشقا حراما وهي أحبته، فما كان من ذلك الملك إلا أن بدأ يتقرب إلى يحيى ابن زكريا، يتقرب إلى ذلك العابد، إلى ذلك العالم، إلى ذلك الناصح، يتقرب إليه، ثم أسر له الخبر بأنه يريد أن يتزوج من ابنة أخيه. فما كان من يحيى ابن زكريا إلا أن قام على رؤوس الأشهاد جميعا وأخبرهم بأنه يحرم على المرء بأن يتزوج ابنة أخيه، وفي ذلك إشارة ضمنية إلى ذلك الملك الظالم. فما كان من عشيقته وما كان من ذلك الملك إلا أن أشكل عليه كيف له أن يتزوج وكيف له بأن يشرع هذه الحالة، فما كان من تلك الفاسقة الفاجرة إلا أن طلبت من عمها: إن أردت أن أخلي بينك وبين نفسي لن أرضى لك إلا بزواج وإلا بعقد على رؤوس الأشهاد، وبأن يكون مهري هو رأس يحيى بن زكريا. فما كان منه إلا أن أرسل جنده وقتل نبي الله يحيى، قتله بغير حق وقدم رأسه قربانا لتلك الفاجرة الفاسقة. ثم أشكل عليه كيف سوف يرضي طائفته وكيف سوف يخمد أي ثورة سوف تقوم عليه، خصوصا وأنه قد قتل عالما وقتل نبيا من أنبياء الله عز وجل. فمباشرة أرسل إلى زكريا عليه السلام بقتله وأرسل الجند إلى قتله، ثم ذهبوا إليه وقتلوه مرة أخرى وقتلوا زكريا عليه السلام، وأصبح ذلك الملك ملك هيرودس حاكم فلسطين الظالم من بني إسرائيل، قتل في ذمته نبي الله زكريا ونبي الله يحيى. ولذلك أخبرنا القرآن الكريم عن ظلم بني إسرائيل داخل هذه الأرض المقدسة المباركة، كيف عاثوا في الأرض فسادا، وكيف طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وكيف كانوا يقتلوا أنبياء الله بغير حق. لم تكن جريمتهم إلا أنهم صدعوا بكلمة الله، ولم تكن جريمتهم إلا بأنهم قد قالوا ورفعوا كلمة الله خفاقة عالية
لا يدانيها شيء إلا بلا إله إلا الله، وإلا بأن لا معبود بحق سوى الله، وبأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على هذه الخليقة. لذلك بقيت فلسطين مجبولة بتراب دماء أنبيائها وشهدائها، شاهدة على الحق، منصورة بإذن واحد أحد. نعم، جولة الباطل ساعة، وجولة الحق إلى قيام الساعة. يحيى تشعر أنه كان مقدمة لظهور المسيح، لأنه هو حسب ما يذكر في الأناجيل أنه كان يبشر بالمسيح، والتقى هو إياه كمان، ومن ضمن اللقاء اللي كان بينهم في نهر الأردن، وعندهم طقس في اليهودية والمسيحية كمان في المسيحية اللي هو التعميد، اللي هو التغطيس بالماء، وبالذات في نهر الأردن، فهذا طقس بدل يعني شعيرة من شعائر الدخول في الدين، أو لما الإنسان بيولد ولما يعمد بالماء. هذا التعميد كان يمارسه يحيى زي ما بتذكر الأناجيل. إذن يحيى كان يمارس ثم يبشر بالمسيح. وكيف التقوا في نهر الأردن وعمد يحيى عمد المسيح كمان في قضية التغطيس بالمي في نهر الأردن. والآن جيل تروي قصة أنا أراها متناقضة مع القرآن، إنه يحيى قتل. هم الإنجيل تقول قتل، وممكن يكون القضية زي ما زعم في موضوع المسيح أنه قتل، وتكون القصة من أصلها ما حصلتش، لأن القرآن واضح بوضح في أكثر من آية تستطيع تستنبط منها أنه لم يقتل يحيى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. والقرآن بفرق بين موت وقتل، والسلام يكون معناته موت بكامل السلامة، تمام، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. هذه مسائل سبق تحدثت فيها في مقام آخر، ما فيش داعي للتفصيل. فهو الآن يحيى إذا مقدمة في يبشر في المسيح، يبشر بقدوم المسيح، وكانوا بيعرفوا بعض، وطبعا أولاد الخالة، والمسيح كما قلنا أشار ليحيى عليه السلام، ويحيى أشار للمسيح، ولكن هم بيسموه يوحنا، إحنا بنسميه يحيى، هم بسموه يوحنا. واللافت انه مش بس احنا اللي بنسميه يحيى، في عندك الصابئة في العراق، الصابئة دين الصابئة، هم يؤمنوا انه اخر نبي هو يحيى.